حق اللي بيلتحق في ركب الفانتسي تقول تم نضبط امورك تابعا. يا اهلا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فانتسي الراي. من خلال هذا البرنامج راح نسلط الضوء معاكم ان شاء الله عن فانتسي البريمير ليج، هذه اللعبه المميزه واللي لها عشاق كثر، سواء من عشاق كره القدم وبالاخص عشاق الدوري الانجليزي. اول شيء حياك الله ابو عبد الله. طبعا الله يحييك كابتن مبارك الحسيني. ايش توصف لي ابو عبد الله الفانتسي؟ قبل لا اوصفها ابي بس انت توضح حق الناس، يمكن اليوم نصيد لنا مشارك مشاركين اثنين، توضح لهم القوانين قبل لا اوصف اللعبه. طبعا الفانتسي ليج هي لعبه او ابلكيشن بشراكه بانتاج من الاتحاد الانجليزي لكره القدم وشركه اي اي سبورت. حلو. الشركه مع الاتحاد طبعا الانجليزي اتفقوا وقدموا لنا هذا الابلكيشن، هو كان طبعا موقع يعني ويب سايت، وتحول الى ابلكيشن جميل طبعا مر فيه وايد مراحل. وايد مراحل عزيز يعني. نقطه تفضل. اليوم مشاهدين الدوري الانجليزي زادوا وبقوه بسبب اللعبه. بسبب اللعبه يعني نعم. انا عن نفسي كنت اتابع قبل بس مثلا فريقي صحيح اليوم ليفربول. ليفربول نعم. اليوم قمت اتابع من العشر مباريات بالجوله اتابع ما لا يقل عن ثمان مباريات، والسبب صحيح. الفانتسي يعني شوف احنا عندنا مثل قبل وهذا انطبق او صرنا شفناه على ارض الواقع، انه يقول لك الكل مدرب صح او الكل يفهم بالكره. الفانتسي خلاص الفانتسي يوفر لك هذه الميزه صحيح. بحيث ان اليوم في الفانتسي اي شخص او مشترك في هذه اللعبه هو عباره عن شنو؟ مدرب. مدرب فعلا، مدرب من خلال خلينا نقول لعبه يعني خياليه صحيح. بنتائج شنو؟ واقعيه. اليوم انت يعني تجمع تقريبا 15 لاعب في فريق واحد، عندك ميزانيه وميزانيه ويعني تعيش جو انك انت مدرب عالمي، شلون توفر الميزانيه هذه توفر فيها 15 لاعب يحققوا لك اعلى معدل نقاط. حق اللي ما مارس هاللعبه وقاعد يشوفنا الحين شو نقول له؟ سهل الفانتسي؟ هي اللعبه كاساس انك تشارك سهله سهله، بس تحتاج علشان تحقق نتائج تحتاج انك تتابع صحيح، تحتاج انك تكون ملم باللعب، تحتاج انك تكون مدرب. المدرب اليوم اي مدرب بالعالم يبي يشتري لاعب لازم يتابعه صحيح. لازم يعرف شنو نقاط القوه نقاط الضعف الفريق الفلاني الجدول، فانت تحتاج انك تتابع. حلو. فانت عشان تكون مدرب ناجح باللعبه هذه لازم تكون متابع وملم في الدوري الانجليزي بالذات. ليش سالتك هالسؤال؟ لان اليوم الفانتسي خاصه في وجود هالجرافيكس المميز، في وجود اليوم صار ابلكيشن تلحقت صحيح. لحقت عليه شايف على اللعبه شايف على اللعبه شايف يعني شوف بالطبيعه مو شايف تقدر تلعب ان شاء الله. فاليوم اصبحت ابلكيشن وموضوع سهل، ايميل تليفون يصير عندك، لا وحتى لك خلق طالع يعني روعه المنظر. ها صح. اللاعبين والاختيارات الجدول والاوبشن اليوم كل شيء موجود. حتى اليوم يعني كابلكيشن ايضا يعني في تواصل مع خلينا نقول رواد اللعبه نسميهم او المدربين. الفانتسي بلش في 74 الف مدرب او مشترك، خلينا نقول مدرب. اليوم الفانتسي في السيزن الاخير احنا كم يوم ان شاء الله نبلش هالسيزن تقريبا وصل الى 12 مليون مدرب مشترك. حلو ولا لا؟ هل الفانتسي يساهم في زيادة مشاهدة الدوري الإنجليزي؟ طبعًا هي الفكرة الأساسية، أنا أتوقع إن الفكرة الأساسية كانت المشاهدة. اليوم أنا قمت أشوف بالجولة من العشر مباريات أحرص إني أتابع ما لا يقل عن ثمان مباريات سبع مباريات، وأتابع اللاعبين اللي أنا ماخذهم كمدافعين كمهاجمين، أشوف اللاعب هل هذا يستحق إني يكون موجود بتشكيلة الجولة الجاية؟ ممكن أشوف اللاعب تعور، ممكن أشوف صار موقف شد بينه وبين المدرب، ممكن صحيح. يعني في تفاصيل صغيرة لازم تعرفها. لازم تعرفها على أساس حق الجولة الجاية تبني عليها أفكارك حق الجولة الجاية. شوف الدوري الإنجليزي معروف في التسويق، طريقة التسويق صحيح. الفانتسي أو لعبة الفانتسي كانت موجودة في إيطاليا صح، في الكالشيو، ولكن ازدهرت وين؟ الدوري الإنجليزي. في الدوري الإنجليزي ضربت وين؟ الدوري الإنجليزي. أو نجحت وين؟ واللعبة في تزايد يعني بلشوا أول سيزن تقريبا نفس ما ذكرت أعتقد 74 ألف،
73,000، اليوم تتكلم عن 12 مليون مشترك حول العالم. الدوري الانجليزي حاله خاصه عزيز من كل النواحي، كتسويق اعلامي يعني. اليوم ايه الفانتسي اللي عطت خلت متابعين الدوري الانجليزي يزيدون، خلت متابعين الدوري الانجليزي يعني يصير رقمهم اكبر من اي دوري ثاني. صحيح، يعني 12 مليون تقعد تتكلم، مو رقم بسيط، يعني تتكلم عن 12 مليون مدرب يتابعون الدوري الانجليزي، هذا غير اللي يتابعون المتابعه العاديه اللي من غير مشاركه. فانا اتوقع لعبه الدوري الانجليزي خصوصا مع زياده الجوائز اليوم حول العالم، يعني يمكن دار مدار العالم اليوم قاعد تشوف جوائز. صحيح، وتظهر المدرب اللي بداخلك، يعني انت ما شاء الله مدرب الحين موجود طبعا وحاصل على دورات ونقول قاعد تدرب، بس اليوم احنا الشخص اللي ماله، يمكن انا في الاعلام او كذا او غيري من الناس، كل واحد وعمله، في داخلك مدرب. ها اي طبعا، في داخلك فيلسوف انه ليش فلان ما لعب ما ادري منه هذا، انت وين تطلعها؟ بالفانتسي، حط حرتك في الفانتسي. صحيح، ضبط تشكيلتك وفي ليمت معين، 100 مليون، 100 مليون تقدر تضبط، حط استراتيجيه. هل يبي لها استراتيجيه معينه حق اللي اول مره واللي ناوي ينضم الى طبعاً مجتمع الفانتسي؟ في استراتيجيه معينه ولا حظ؟ لا طبعا بالمقام الاول حظ. حلو. بس المقام الاول، المقام الاول قبل قبل اي شيء. اوكي، بس انت تختار حظك. شلون تختار حظي؟ انا بختار حظي، يعني مثلا تدور لاعب، اللاعب اللي دائما تشوفه كل موسم سجل 20 جول. صحيح، سجل يعني على سبيل المثال الموسم اللي طاف. صحيح، ما اعتقد ان في احد شارك بالفانتسي الموسم اللي طاف ما عنده هالند. لازم هالند موجود تشكيله. هالند ينزل خمس دقائق. في استراتيجيه ابو عبد الله طبعا، يعني مثلا في مرات تقول ان الكل مكابتن هالند. صحيح، انت خل انا اطلع ليش كابتن ديفرنشال، وتقعد مباراه السيتي تدعي انه شنو ان هالند ما يسوي شيء، هالند بايقول ولاعبك يقول. صح، فتكون فارق عن اللي طبعاً. اما اللي حسيته لان الكل كابتن هالند وانا اضطريت بعدين كلنا انا كابتن هالند، ترى انا نفسك بالبدايه، ولان انا معجب هالند، ولكن يعني اساس انه تعمل الفارق. صحيح، لان جزء من اجزاء عمل مدرب كره القدم، وانت اخبر مني بهالموضوع، هي العنصر المفاجئ طبعا. 100%. صحيح، بس انت اليوم ما يصير تروح على الكابتن ديفرنشال اذا انت معدل نقاطك خلينا نقول بالجوله العاشرة معدل ممتاز. حلو، لان انت اذا وصلت هالمرحله وكان معدل نقاطك خلينا نقول مثلا على جروب ربعك، جروب الديوانيه، كنت مثلا الاول، لا لازم تحافظ تمشي يعني بيسك هالند، تحط هالند كابتن، لأنك أنت ممكن إذا أخرت عن هالند ممكن تخسر نقاط كبيرة. ففي طريقة معينة الكل لازم استراتيجية هي، كل واحد له خطة. طبعًا طبعًا. حلو، حق اللي بيلتحق في ركب الفانتسي شو تقول له؟ أقول له شد حيلك وتابع مباريات تابعنا بعد، ولازم تتابعنا، لازم تتابعنا عشان أعطيك الاقتراحات، تمين ضبط أمورك تابعنا. بس مرات نشوف الكل موجة واحدة يمشي. إيه هذه موجة يعني هالند. يعني اليوم هالند ترى، انا ما ابي اقول شيء يعتبون علينا، انا نقول ظاهره، بس هو فعلا ظاهره بالوقت الحالي. اي لان المشكله بعد رونالدو ما عيب تقول ظاهره. اي صح، انت معي في النقطه. صح 100%. اي ولكن هالاند ظاهره. اي حاليا ظاهره، خاصه في الدوري الانجليزي. هالاند بدايه الجوله دش الابلكيشن، وين هالاند؟ حط هالاند بعدين يعني فكر. يعني هذه توصيه، اهل البورصة عندهم توصيات. انا اعطيكم توصيه، هالاند لازم يكون تشكيلتك. هالاند لانه لاعب مميز، اذا ما قول ابد تعليقات العتب على مسؤوليتي. هالاند راح يقول على مسؤوليته. طبعا احنا عندنا مواضيع كثيره، وفي كل قبل ديدلاين ان شاء الله راح نحاول ان احنا نحط افكار، نحط تشكيله. طبعا، وعندك تشكيله وانا عندي تشكيله، ونحاول نحط لنا كم تشكيله ان شاء الله نفرق عن بعض. بس لازم انا بوخر عنك، ترى انا طايفك. صح، انا الثالث. اول موسم طوفني، انا من اللي ذبحني الموسم اللي طاف صراحه، ذبحني صلاح. صلاح وخر عن العاطفه، صلاح ذبحني. انا هذه مشكلتي، لو انا بعد عن صلاح يمكن مراكز. صلاح ذبحنا مباراة 9-0، صلاح ما له شغل بالمباراة. ما قول، أنا حاطط عشان كذي أنا تحت وأنت فوق. تربل كابتن. عموما إن شاء الله لنا حلقات ثانية بنتكلم بشكل أوضح حق الفانتساوية، تابعونا إن شاء الله في فانتسي الراي، وكل ما هو جديد وكل اقتراحات وكل توصيات إن شاء الله راح تكون في فانتسي الراي. مع السلامة.